السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية ثالث. راح نبدأ لليوم بليسن 3 من كتاب Pupils Book بيج نمبر 79. افتح كتاب الطالب صفحة رقم 79. Structure: It is going to be fun، بمعنى سوف يكون ممتع أو مسلي. Fun بمعنى ممتع أو مسلي. I shall take my bike، من الضروري أن أخذ معي my bike بسكليتي. عندنا vocabulary: fun بمعنى مسلي أو ممتع، يعني كلمة fun، و interesting بنفس المعنى. interesting ممتع، fun مسلي أو ممتع. next بمعنى بجانب. مجازين مجلة. كاميرا اللي هي مثل الكاميرا. نعيدهم كمان مرة، اكتبهم معي يا مس. fun بمعنى مسلي أو ممتع. next بمعنى بجانب. interesting بمعنى ممتع أيضا. مجازين مجلة. كاميرا اللي هي مثل الكاميرا. listen Andy، it is going to be fun، سوف يكون ممتع. where shall we go next week father؟ I will take you to a small village I was born there. but dad we are going to get buried there. yes Sally is right. no it is going to be very interesting. the village has fantastic beach. yes you're going to swim. you are هاي هون في عندي اختصار. you are going to sail on boats. you are going to meet a new friends. I shall take some magazines. alright I shall take my camera. I shall take my bike. it is going to be fun. نعيد يا ثالث مع الترجمة. it is going to be fun. where shall we go next week father؟ بمعنى أين سوف تأخذنا الأسبوع المقبل يا أبي؟ where بمعنى أين؟ أين سوف تأخذنا أو نذهب الأسبوع القادم يا أبي؟ I will take you to a small village، سوف أخذكم إلى قرية صغيرة. village بمعنى قرية. village بمعنى قرية. I was born there، بدي أخذهم على قرية هو انولد، أنا ولدت فيها. I was born there، سوف أخذكم إلى قرية صغيرة أنا ولدت بها. ما شو حكت؟ But dad we are going to get buried there. إنه ما عجبها شو حكت؟ إنه هناك لكن يا أبي سوف نشعر بالملل، سوف نشعر بالملل هناك. Yes Sally is right. إنه شو بحكي؟ بحكي إنه سالي على صواب، على صحيح، أنها رح يشعر بالملل. No it is going to be very interesting. the village has fantastic beach. إنه حكت لا، هناك سوف نشعر بال، يعني سوف نستمتع، لأنه القرية شو فيها يا ثالث؟ فيها شاطئ، شاطئ fantastic اللي هي مدهش، فيها شاطئ مدهش جميل. Yes you are going to swim، أي بمعنى سوف نسبح. you are going to sail on boats، سوف نبحر بالقارب، بالقوارب. you are going to meet new friends، وسوف نقابل أصدقاء جدد. شو حكت؟ I shall take some magazines، سوف نأخذ بعض المجلات. magazines مجلات. alright I shall take my camera، سوف أخذ معي الكاميرا. I shall take my bike، سوف أخذ معي دراجتي. it is going to be fun، سوف نشعر بشيء مدهش وممتع ومسلي. answer the question: are the children going to enjoy the visit؟ إن هل إنه هون الأولاد رح أو الأطفال رح يستمتعوا في زيارتهم؟ yes. how do you know؟ كيف يعني كيف عرفت يا ثالث؟ هاي مس شوفوا كيف اتفقوا آخر شو حكوا. it is going to be fun، سوف نشعر بشعور ممتع ومسلي.
نفتح مع بعض يا ثالث كتاب الاكتيفيتي بوك بيج نمبر 81. بيحكي لنا هون اكسرسايز نمبر 1 ريد اند ميك سنتنسز، بدي اقرا واكون جمل. عندي هون جمله تبدا بسبجكت، هاي ترتيب الجمله، سبجكت اللي هي فاعل، ممكن اي وي يو ذي هي شي ات. نتذكر مع بعض اي شو بتاخذ معها ام، وي يو ذي تاخذ يا مس ار، وعندي هي وشي وات تاخذ از. تمام، بدانا بسبجكت، بعد السبجكت سبجكت بدي اختار اما از واما ام واما ار. حكيت لك متى بستخدم كل حاله فيهم حسب الفاعل. بعد هيك يا مس عندي going to بمعنى سوف، بدي احكي عن المستقبل عن الفيوتشر. بعد يا مس going to دائما ياتي عند الفعل verb 1 visit travel play watch. عندي هون rain، عندي هون verb 1 and object اللي هي تكملة الجملة. tomorrow غدا، next week الأسبوع القادم، tonight الليلة، this morning في هذا الصباح. بدي يا مس هذا الجدول أكون منه جمل ونحلهم وين؟ تحت. بدي اياك تركز على السبجكت الفاعل وشو بستخدم معه. I am going to visit Paris tomorrow، سوف ازور منطقة باريس يوم غد. وي عندك هون بدي اخذهم بالترتيب، عندنا وي نمبر 2، مع وي بدي استخدم ار. وي ار going to visit grandpa next week، سوف ازور جدي الاسبوع القادم. يو نمبر 3 يو بستخدم معها ار. You are going to travel to Rome next week. Number 4 they، مع they أيضا بستخدم are. They are going to play tennis this morning. Number 5 he، مع he بستخدم is. He is going to watch television tonight. Number 6 عندنا she، مع she بنستخدم is. She is going to visit grandpa tonight. Number 7 it is going to rain this morning، انه سوف تمطر هذا الصباح. Number 8 she، مع she بدي استخدم is. She is going to play tennis tomorrow. تمام يا ثالث، بدي اياك يا مس تعرف انه بدي استخدم is او are او am. بدي يا مس احدد، برجع للفاعل، حسب الفاعل بختار. مثلا اذا كان عندي I الفاعل انا بدي استخدم am، إذا كان عندي we أو you أو they أو اسم جمع هون مش موجود في الجدول بدي أستخدم are، وبستخدم ال he وال she وال it، وإذا كان موجود عندي اسم مفرد بستخدم معهم is. تمام، وركز يا مس وانتبه، هاي نقطة مهمة رح تيجي بالامتحان، إنه بعد going to الفعل ال verb بدك تركز على الفعل. ممكن أجيب لك يا مس مثلا بدل يعني يا مس I am going to فراغ grandpa visit visiting visited. انت بدك تركز يا مس عندك في الجملة going to، مع going to ياتي عند الفعل بعدها verb 1 فراح استخدم visit. تمام يا ثالث، بتمنى منك يا مس بعد ما تكمل حل تبعث الإجابة على الواتساب حتى نقيم علامة المشاركة. يعطيكم العافية.